السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته والتابعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. مرحبا بكل الإخوة والأخوات، وأسأل الله لي ولكم دوام الفضل والخير. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، وفقنا ولا تخذلنا، كلنا ولا تكن علينا. اللهم اهدنا واهد بنا واهدي على أيدينا إنسا وجنا. آمين آمين آمين. مرحبا بكم جميعا بإذن الله جل وعلا. سنجيب على عدة أسئلة وعدة استشكالات لها علاقة بالحالات المستعصية. فالرقية كما أقول دائما هي علم وفهم وواقع وتجربة. الرقية هي علم وفهم وواقع وتجربة. لابد أن نفهم هذه الأمور جيدا. الرقية هي علم وفهم وواقع وتجربة، فلا بد من الفهم، لا بد في مدرسة النصوص من فهم، ولا بد كذلك عند مجالسة المرضى والاستماع من المرضى من فهم، وأثناء جلسات العلاج لا بد من فهم. فالفهم أمره عظيم. الحمد لله، في نعمة، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله في نعمة، نتقلب في نعم الله. نسأل الله تعالى أن يحفظنا ويحفظ جميع المسلمين والمسلمات، لكن نحزن لما يقع للإخوة والأخوات من أذية الإنس والجن. هذا الذي يحز في نفوسنا، فوالله يعني أقول الراقي الذي يعمل بضمير لا يرتاح. أنا كنت معكم البارح في وقت متأخر من الليل، يعني وصرت يعني في أمور كثيرة، ومع ذلك فأنت ملزم بأمور أخرى. فكنت اليوم كذلك مع عدة حالات في المركز اليوم صباحا، اضطررت على أن أوقف الرقية الجماعية اليوم. اعتذرت لأني رأيت أن أخوات يعني في حاجة ماسة لرقية فردية، وكل أخت حالتها أسوأ من الأخرى. وناعم أقول كل أخت حالتها هي أعظم وأقوى من الأخرى. لهذا أؤكد في جلساتي ودروسي على الحالات المستعصية. فإذا فهمت الحالات المستعصية أصبحت الأخرى بالنسبة لك سهلة. فنريد أن نفهم، أن نزداد عمقا وفهما واطلاعا في مسائل الرقية، خاصة في الحالات المستعصية. وحينما أقول الحالات المستعصية فهي حالات في الغالب مركبة أو معقدة أو حالات بداخلها أنواع قوية، بنظرة، بعين، بحسد، بعشق، بسحر، بأسحار. فيكون هذا النوع الذي في البدن قوي جدا، يكون هذا النوع قوي، له قوة أن يخفي أعراض المنامية. اسمعوني جيدا، له قوة أن يخفي الأعراض المنامية
التي يبني عليها الراقي بحثه في العلاج. فقد تكون الأخت أو الرجل ينسى، لا يتذكر أي حلم، بإمكانه أن يكون لك مفتاح في العلاج. وقد تكون حالات مستعصية أصحابها أثناء العلاج تقرأ عليهم ويجزم أنه هو الذي كان معك، ويجزم على أنه هو الذي كان يسمع إليك ويستمع إليك، ولا ترى عليه أي آثار تتحرك، لكن من معه يصاحبه أو هو يحدثك بأعراض تدل على أن عنده علل. حالات مستعصية أنواعها كثيرة، إما أنه لا يصرع بالمرة، أو أن الآثار الجانبية لا تتجلى بالمرة. أي نعم، فيهم دهاء، أو أن هذا العدو الذي في البدن يتحدى، يقرأ الراقي لساعات طوال ولا يتجلى. قد يقول فريق، وما دخلنا؟ احنا نريد أن يتجلى، لا نريد أن يسرع أو يظهر. أقول له أنا معك، لكن بشرط اعطني سهما وخيطا به نزيل العلة وتشفى هذه الأم أو هذا الرجل. وهنا اتفقنا، لن يستطيع أن يجد مخرجا أو سبيلا، إلا أنه يشير إلى المريض أن يجتهد يجتهد يجتهد. نقول هذا الأمر نحن كذاك نصيبه، وربما هو يجتهد أكثر مني ومنك، وربما هو على صلة بالله أقوى مني ومنك، وما يدريك. ولكن حينما غلب عليه الأمر وأصبح يعذبه، جاء يلتمس الشفاء بعد الله سبحانه وتعالى، فجعلك سببا، فهو على عقيدة صحيحة ثابتة راسخة. مثل هذه الحالات الراقي يقرأ لساعات طوال ولا يستطيع أن يهز شيء من المريض، لا يصنع، فيتنقل المريض من معالج إلى معالج إلى معالج ولا يصنع. أو أنه قد يصرع مرة عند معالج ويعاود الرجوع إليه مرة ومرة ولا يصنع، ولكن العلل لا زالت موجودة. ليس معنى أنه صرع قد خرج. أبين لكم أحبابي، قد يكون هذا الشيطان له مناعة وله حجب وله وقاية وله حصن منيع وله أسحار وله سواد أو له جنود وخدام. نريد أن نتوسع معكم، نريد أن نرتقي بإذن الله عز وجل حتى نفهم. هذه حالات مستعصية، حالات معقدة. المرأة مثلا تقول لك أنا مريضة منذ سنوات وأذهب عند أي معالج، وهذا الذي بداخلي يأبى أن يستسلم. هذا الآن نوع آخر يتجلى، يصعد بالإشارات وكذا 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 وكذا، إشارات كثيرة، أو ربما يسب الله والدين ويسب القرآن، ولكنه يأبى أن يستسلم، يأبى أن يستسلم. تحدي صريح للمعالج، ويهمس لها في أذنها قبل دخولها: هذا الذي قصدتي وجئت إليه لن ينفعك، ولن أصرع ولن أخرج، وسترين. وبالفعل ترى أنه ما حركه الراقي وما حركته الرقية، وخرجت كما دخلت. أي أنواع قوية، هي حقيقة موجودة، هذه أنواع موجودة، حقيقة موجودة، هي موجودة.
شياطين كبار على قرب من سحرة كبار بأسحار كبيرة، أو له قوة عظيمة، كان طيار أو غواص لكنه أصبح يعشق الجسد عشقا جنونيا، أو كما يسمى بآثار الزهرية بالرحم بالموروث، أو بأسحار النجوم والكواكب والعقد والتراب والمقابر والقبور والأكفان والدفن والدماء والنجاسات والموتى وما شابه. فلابد أن نبين للإخوة أن ليس كل جن سواء، وليس كل شياطين سواء، ليس كل جن سواء، وليس كل شياطين سواء. الجن عندهم تفاوت في القوة والقدرة، والشياطين هي أقوى منهم، لها تفاوت كذلك في القوة والقدرة. وكلما ازدادت أمور ازدادت القوة والقدرة، مثل طاقة العين والحسد، الأسحار، العشق، ربما هناك العدوانية والظلم والانتقام فيصبح تحدي لليهودية بحسب الديانة والنصرانية، أو طاعة إبليس والشيطان والسجود له أثناء جلسة الرقية، أو كتابة العزائم والطلاسم يكون ساحر شيطان ساحر أثناء الجلسة، يعقد في الجلسة ينفث في الجلسة فيجدد القوة لذاته من أجل البقاء وتحدي مع القرآن. هذا مثال لحالات المستعصية تسبب تفريق ليس بين زوجين فحسب، وإنما بين مع الناس عامة، عزلة، انطوائية، اكتئاب، ضيق في الصدر، شتت في الأمر، حيرة، رغبة في القتل والموت والانتحار. يصبح الإنسان عدواني، يصبح الإنسان يعني سلبي لا إيجابي. هناك حالات مستعصية جدا، يصبح الإنسان لا يستطيع أن يقوم من مقامه أو من فراشه، ويقرأ عليه الراقي رقية مطولة، لا يتحرك أبدا، يقول لك خشبة، جعلناه خشبة. يصبح الإنسان يتحرك ويذبل، لا يستطيع أن يأكل أو يشرب، قد حبسوا أحشاءه وقلصوا معدته وأمعاءه، يشعر دائما بالشبع وهو في الحقيقة جوعان جائع، لكن حتى يهزل ويضعف ويموت. يصبح عنده جنون، لا يستطيع التركيز أبدا، في كثرة الهذيان، تداخل في الكلمات، الناس إذا نظروا وطالعوا قالوا هذا مجنون، قالوا هذا مجنون، يشير هنا وهنا، تقرأ عليه لا يتحرك فيه شيء، تقرأ عليه وتذهب عند طرقات، وربما يجتمع عليه مجموعة من الرقاة ويقول ليس به شيء، وقد يكون صواما قواما تاليا للكتاب ذاكرا لله جل وعلا محافظ على الصلوات، ولكن الشياطين لها قدرة في الاختباء، جعلت زاوية في عقله، زاوية في مخه، في ناصيته، في عينيه، في شقه، في جسده، فيتحكم فيه. بل إن الأعظم من هذا، قد تكون تدخل وتخرج أو تحيط به من الخارج فتغلفه بالسواد وبالأقفال وبالسلاسل، فتحكمه إحكاما وتلجمه إلجاما، كلما وجه لا يأتي بخير، أينما وجه لا يأتي بخير، غير موفق، غير موفق بالمرة، في خطبة، في زواج، في عمل، في سعي، في قول، غير موفق بالمرة. تقرأ عليه لا يشعر بشيء، يقرأ عليه الرقاة لا يشعر بشيء. هل هذه الحالة موجودة؟ ما ذكرته ما هو إلا اليسير والنادر، ما تلوته عليكم الآن وبينته ما هو إلا اليسير والنادر. لابد أن نفهم الرقاة من يشيرون إلى الحالات الكثيرة بالمس الوهمي أو بالإيحاء أو بتصنع الصرع.
إن في الغالب هذه حالة حينما أعيش معها أجد أن عندها صلاة حقيقي، وأعيش معها فأجد عندها مس حقيقي، وعندها مجموعة من العيال الحقيقية موجودة بالأخلاط والأرواح وعالم الجن. كذلك حالات من يقول عند كثير من المعالجين إنه أبكم لا يتكلم، طيار هو يدخل ويخرج، إنه حول البدن، أقرأ عليه بإذن الله عز وجل، لكن هنا وجب الاجتهاد أن أبين للإخوة وأعلمهم، يتجلى ويصعد ويتكلم ويهتدي ويخرج وتشفى الحالة بإذن الله. لا ننسى أن هناك كذلك كبار قد يقيدون الصغار في البدن، وهذا من الأسرار في العلاج، فهذا الكبير يلزمهم بالصمت وعدم النطق والكلام وعدم الاعتراف وعدم البوح وعدم إظهار أي عارض من الأعراض التي تدل المعالج على أن هناك علة موجودة، فيتناوبون في الرقية، لهم قوة على هذا، يصعد هذا فيسمع قليلا ثم الآخر، حتى لا يشعر المريض نفسه لا يشعر بشيء، ولهم قدرة أن يغيبوا عقله، فتقول هل شعرت بشيء؟ يقول لك لا ما شعرت بشيء. إذن كيف للمعالج أن يجلي بداية الأعراض إلى حيز الوجود، إلى الواقع، أن يخرجها ليراها أمامه، ليتعايش معها وفق واقع على أرض الواقع بالكتاب والسنة. كيف لك أيها المعالج في هذه الحالات؟ هل لك مفاتيح؟ أم أنك سوف تتوجه إلى إما أنك تقول ليس بك علة والعلة موجودة، أو أنك تقحمه في التعذيب ويقع التعذيب على المريض لا على من يسكنه، وهنا تفسد لا تصلح. هنا أقول وجب ضر الاجتهاد، هنا أقول وجب معرفة المفاتيح، فكل حالة تختلف عن أختها، تختلف عن غيرها، فقد يكون زوجان اثنان ولكن سحر هذا خدامه في جهة وخدام الآخر في جهة، قد يكون هذا سحره مائي فكان الخدام في الغوص وأعراضه أخرى نبينها، وهذا سحره مثلا قمري بالنجوم والكواكب وخدامه شياطين تطير، فهنا علاج وهنا علاج، مع أنهم زوجان اثنان، وقد يكون في البيت عدة أسحار وعدة شياطين وعدة خدام، فمدارسة الحالة هي فقه مهم جدا، وجب أن نبينه للإخوة الرقاة، ما يسمى بفقه الحالة، فقه الحالة، أن تكون فقيها مع كل حالة تستنبط منها الحكم، الحالة وجب أن تكون فقيها معها، لا بد أن تكون فقيه مع كل حالة. إذا أردت أن تكون معالجا متمكنا موفقا مسددا، أن تجعل لك مع كل حالة فقه، ولا يتسنى استنباط الأحكام والفقه مع كل حالة إلا بالجلوس والتقعيد والتأصيل، لا يتسنى هذا إلا بالجلوس والتقعيد والتأصيل، فلا بد أن تأخذ خيوطا ومفاتيح تبني عليها سيرك مع كل حالة، الخيوط هذه بين يديك أنت بإذن الله ليس بيد المريض، فالمريض قد يكون من العوام ولا يفقه في علم أعراض شيء، ولا يفقه في متابعة حالته التي هي حالته شيء، لكن أنت من وجب عليك أن تخرج الضرر بكثرة الأسئلة، لا بد أن يتسع صدرك له، وقبلها لا بد أن يرتاح لك. وهنا تختلف الحالات، فحالة لا بد أن تعامل معها بشيء من الفطنة والذكاء، وحالة لا بد أن تتعمق معها في مدرسة الحياة والسلوك
على حسب، وهذا سأبينه إن شاء الله تعالى. فحينما تأتيك حالة غامضة وترى أنها تخفي بداخلها أسرارا، لابد أن تتوجه إلى من معها، إلى من يلازمها، إلى من يصاحبها، فقد يخرج لك خيوط. فإني أقول لك لست كاهنا ولست عرافا ولست دجالا ولست ساحرا، فإن الرقية تبنى على بينات وأسس وعلم، هي الفقه في الحالة. كل معالج لا بد أن يضع نصب عينيه فقه الحالة، فقه النازلة. حينما تجلس أو تأتي إليك الأخت أو الأخ أو الأسرة، فلا شك أنهم يحملون هموما وشكوكا وظنونا، فأنت الذي سوف يقعدها حتى تكون في باب اليقين، وأنت الذي سيجليها من خفاء إلى العلن إذا كنت قادر على ذلك بتوفيق من الله طبعا. إذن لا بد من المفاتيح. المفاتيح بداية تكون بسبب ورود الحالة ونزول الحالة، مجيء الحالة إليك أو إقبالك وسيرك إلى الحالة، هذا هو أول سبب. بمجرد الاتصال ماذا يكون؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مثلا نريد فلان. نعم مرحبا. أول سؤال ما هو؟ شنو عندكم؟ مما يشكو مريضكم؟ ما هي علتكم مثلا؟ فيقول لك كيت وكيت وكيت وكيت. هذا هو موضوع الحالة التي عندك. الملف يفتح عندك على هذا التأسيس وهذا التأصيل وتبنيه على هذا الأساس. إذن لست ذاهبا من أجل الفسحة، وليست الحالة جاءت عندي لفسحة، ولسنا نتسامر لنضيع وقتا، إنما الغاية عندي الأساليب التي قد جمعتها وحويتها، هي التي من خلالها أنا أقيسها في كل خانة حتى آتي بحقة العلة وأستخرجها. فحينما تصعد حقة العلة وتظهر، هذا شق آخر سوف نلج ونبينه بإذن الله. لكن نبقى الآن في مسألة التشخيص. هل كل معالج مهيئ لتشخيص صحيح؟ هل كل معالج يستطيع أن يجلي العلة بحق وبصدق؟ لأن العلة تتفاوت. العلل، أنا أتكلم عن حالات كبيرة أو حالات شاذة نادرة أو حالات هي مستعصية، هذه الحالات تحتاج منك إلى فراسة، إلى فطنة، إلى ذكاء، إلى بعد نظر. هذه الحالات تحتاج من المعالج إلى الصبر والجلد، تحتاج منه إلى أن يكون بيده أدوات حتى يجيد الانصات والاستماع. فلا بد قبل أن تقبل على الرقية أن تكون قد وضعت مبيانا ووضعت ترتيبا. فأنا أسمع 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 وأسجل. الحالة عندي يغلب عليها بخلال الأعراض كيت، ومن خلال المتابعة كيت، من خلال واقعها في البيت كيت، من خلال واقعها في العمل كيت، وهذه تبنى حتى تستخرج منها رقية خاصة للمريض الذي عندك. رقيتك لا بد أن تبنى وفق ما عند المريض، ليس نسخ لصق، لتكون بإذن الله جل وعلا موفقا. رقيتك لا بد أن تكون قد أسستها في عقلك وفي قلبك حتى تخرج من حنجرتك على فيك وفمك، خصيصا لمن هو معك، وفق الفقه الذي أنت عشت فيه النازلة. إن المريض يعتبره نازلة، حالة فقهية تستنبط منها أحكاما، تجمعها في عقلك على قلبك كي تسقطها من فمك،
ليصرع العدو. خذ هذا الترتيب، خذ هذا الترتيب، بارك الله فيك، هذا ترتيب وجب أن تسجله وأن تدونه. جاء عندك المريض وجلس أمامك، أول سؤال: مما تشكو؟ شفاك الله وعافاك، واعلم أن من أعظم السهام التي تذيب عدوك ولم يتجلى بعد هو حسن تعاملك مع المريض. سجلها، حسن استقبالك للمريض، بل أقول إن الصيت الذي يصل إلى المريض ويتعامل وفقه معك المريض بحب يضيق على الشيطان والأبالسة قبل أن يأتوك. هذا أمر مهم، مهم جدا 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 في العلاج، خاصة في علاج الشياطين والأبالسة والكبار، أنهم قدرة على الناصية، قدرة على الناصية، قدرة على القفا، قدرة على العقل والمخ، قدرة على الصدر والقلب. كلامي هذا سأبينه لماذا ذكرت هذا، وأنا دائما أذكر لكم في دروسي المثلث: الصدغ، الناصية، الجبهة والسجود، العينين ومكان الشيطان، سأذكر لكم هذا، والخيشوم. هذه نقاط مهمة جدا جدا وجب أن أبينها إن شاء الله تعالى. أيضا هذا المثلث مهم جدا أيها المعالج، فاحرص عليه، احرص عليه: الناصية، الجبهة، مكان السجود، العينين، بين الحاجبين، الخيشوم، الصدغ. فقلت لا بد أن تحرص على بقاء حسن التعامل بينك وبين المريض. لماذا؟ لأن هذا بمثابة الطعنة القاضية على الشيطان قبل أن تشخص وقبل أن تلج العلاج. لأن الذي جاء عندك إن كان فيه ما فيه فهو فيه، وأنت تتعامل بظاهر، تتعامل مع ظاهر هذا المريض الذي تراه، تعامل معه وفق الكتاب والسنة. فأول ما تجليه لهذا الإنسان والذي يتجلى على من يسكنه داخله هي آثار الكتاب والسنة حقيقة. فيرى أن المعالج فعلا كما يقول الكتاب والسنة أنه مثال يقتدى به، أنه يحسن التعامل، أنه يبتسم، أنه يرحب، أنه صاحب صدر رحب، يحسن الاستماع. قد يصدر من المريض شيء فلا بد أن تعفو، قد يصدر من المريض شيء فلا تعاقبه ولا تسجره، فقد يكون هناك المحك بشيء داخل هذا المريض يحاول أن يزن يعني فكرك، اجتهادك، ثباتك، صبرك، أخلاقك، فهذه حرب تكون خفية وأنت لا تعلم، وأنت لا تعلم، لكن أنت في البداية ترى فقط مريضا أو مريضة، قد يسبك، قد يرميك بشيء، بتهمة، فلا بد أنك تتجمل وتصبر، ولا بد أنك تظهر الخير ولا تتعجل. الذي فيه العجلة لا يصلح للرقية، من فيه العجلة، من فيه العجلة والطيش لا يصلح للرقية، من فيه العجلة والطيش والأنا والكبر والغرور لا يصلح للرقية وربي. من يريد أن ينتصر لذاته ولنفسه لا يصلح للرقية والله. فلا بد أن تكون تقدم المصلحة، مصلحة العامة، مصلحة الكتاب والسنة والمسلمين،
على مصلحتك القاصرة. هذا من أعظم السهام التي أراها طاعنة في صدر كل شيطان. تجلس مع المريض، وليس ليس الجلوس من أجل الجلوس، وإنما الجلوس من أجل حسن استلال الخيوط التي بها تلج إلى العدو. فقد يغيب المريض ولكن الحرب تكون ضروس بينك وبين من يسكنه إن كان مسا كليا. وقد يكون هذا المريض يتذكر لكن لا يتحكم في ذاته، مفهوم؟ لكن الحرب تكون بينك وبين العدو الذي بداخله. فالجلوس يفيدك أنت قبل أن يفيد المريض. أنت تخصصت أيها المعالج، أخي الحبيب، أنت تخصصت، أنت تريد أن تكون لك مكان في هذا الباب، أن تقضى على يدك حاجة المسلمين في هذا الباب، تريد بإذن الله أن تكون رميتك بإذن الله موفقة وقوية في هذا الباب، صح أم لا؟ فلا بد أن تفهم، لا تلج، ما يمكنش تقود سيارة وأنت لا تفهم يعني ما بداخلها. فسيارة تختلف عن سيارة، هذه فيها أدوات على اليمين، هذه عن الشمال، هذه مانيال، هذه أوتوماتيك وكذا، صح ولا لا؟ فكذلك الحالة، الحالة التي تأتيك، أتكلم مع الرقاة المتمكنين الذين يلجون باب الرقية بقوة وعندهم حالات مركبة ومستعصية ومعقدة ومتداخلة، اعلم أن لكل حالة فقه خاص بها، لكل حالة أسرار تحيط بها، قد تكون أسرار الحالة أمامك ترجع إلى الموروث، ترجع إلى الأم، أسرارها ترجع إلى البيت، أسرارها ترجع مثلا هذه الأخت إلى أمها، أسرارها ترجع إلى العين والحسد، أسرارها ترجع إلى العاشق، أسرارها ترجع إلى الجن الطيار الغواص، أسرارها ترجع إلى ظالم وظالمة، أسرارها ترجع إلى أسحار عظيمة. فهذا ما أريد أن أبينه، فإذا فقهته يعني نصف الطريق قد تمكنت منه بإذن الله سبحانه وتعالى. فبداية العلاج يكون بالتشخيص الصحيح، بداية العلاج تكون بتشخيص صحيح، والتشخيص لا يمكن أبدا أن يكون من خلال جوجل، أبدا ما يمكن يكون من خلال المنتديات، أبدا ما يكون من خلال غرف، أبدا ما يكون من خلال دورات. قد تأخذ علما وتأصيل، لكن لا بد أن يكون لك اطلاع وباع وتكون لك مخيلة تجمع هذا كله بإذن الله تعالى. كالعالم كالفقيه، الفتوى أنت في حكم فتوى. العالم المجتهد حينما يفتي في مسألة يقيس عليها بأدلة شرعية، نفس الشيء أنت بيدك حالة فلا بد أن تكون فيها فقيها عالما. الحالة التي بين يديك تسأل ربك جل وعلا أن يفتح عليك فيها علما وفهما، اللهم يا معلم آدم علمني ويا مفهم سليمان فهمني. هذه أنا أتكلم مع المخلص، مع الراقي المخلص، الراقي المجتهد، الراقي المعالج الذي يريد النفع. اللهم يا معلم آدم علمني ويا مفهم سليمان فهمني. هذه الحالة التي أتت عندك وتشكو من هموم، من أحزان، من ضيق، من كرب، من تعطيل، من محق، من أمراض مستعصية، من حوادث غريبة في الحياة، ونرى هذا ونعيشه يوميا، فلا بد أن تبرمج عقلك واتساع مخيلتك، سمعك وبصرك وقلبك وجوارحك، ما بما أتيت، أن تكون للحالة فقط، لا يشغلك عنها شيء، اسمعها،
لا يشغلك عنها شيء، إن رأيت أن عقلك لا يتسع لها أجل الجلوس. أتكلم مع المخلص المجتهد الذي يريد الوصول. إن رأيت أن الأخت تتكلم أو الأخ يتكلم وعقلك شارذ، عدم حضور كلي مع الحالة، أرجوك أجل قضيتها، أرجوك أجل النظر في الملف، أجل النظر وقلها بكل عزة وبكل أدب، أنا أريد لكم الخير، لكن أنا اليوم أرأيت نفسي قد تكون في ذلك موجود جاي حاضر، لكن حين وصولك ترى أن سبحان الله تطرأ على البدن أحوال، ترى أن العقل مشتت، الفكر في قضية أخرى، عندك هبوط، عندك ضيق، عندك قضية شغلتك أو شيء، أرجوك أرجوك أجل التشخيص. قد ربما ينفعك بدنك وصوتك إذا كان لك تشخيص مسبق فتسقط عليها ما يضعف العارض، لا ضير، لكن التشخيص يحتاج إلى فهم، والفهم يحتاج إلى أن تكون بكليتك مرتاح أيها المعالج، حتى لا ترمي رميات وتعد فاشلا في صفوف الفشلة. حافظ على ذوقك ورونقك واسمك وطاقتك وهالتك وقوتك وصدقك وإخلاصك ونجاحك، حافظ عليه، ليس سهلا، حافظ عليه، الأمر ليس سهل، فلا بد من التشخيص أن تكون أنت أصلا مستعد له. وأقولها ودونها عندك، أن تكون وأنت تسير في هذا السير ليس مكرها، ليس مدفوعا، ليس لغاية قاصرة المال، من ينظر إلى هذا فإنه لا يسير في طريق النجاح. أقولها دائما، هذه الأمور تأتي، لكن ليكون همك، همتك، طاقتك، قوتك، هالتك، نفسيتك، عزيمتك، إرادتك الوصول إلى النجاح مع كل حال. أن تلتمس، أن تشم المعية، أنك ترتفع وتحمد ربك جل وعلا مع كل حال أنك وفقت بديت في تشخيصها، ثم جليت عدوا داخلها، ثم تسير في هدايتها، ثم في شفائها وإتمام علاجها. خطوات لا بد أن نشير إليها. إذن أول أمر أن تكون أنت مستعد، تتبرأ من حولك وقوتك، تتبرأ من حولك ومن قوتك. اعلم أن الله هو الذي استعملك، فتبرأ من حولك ومن قوتك. إن الله جل وعلا هو الذي استعملك، فإياك أن تتعالى أو تتعالم أو تتعاظم، إياك أن تزكي نفسك، إياك أن تحقر، أن تحتقر غيرك، إياك أن يصيبك شيء من الكبر والعجب والغرور، إياك أن ينظر الله جل وعلا إلى سويداء قلبك فيرى فيها غيره أو تلتفت إلى غيره، إياك ثم إياك. فالنجاح لا يكون إلا بالإخلاص التام لله جل وعلا، لا يكون إلا بالصدق مع المرضى، وأنك ترجو لهم بإذن الله تعالى نفعا في العقيدة وفي السنة وفي الاتباع والسلوك وهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إياك ثم إياك أن يقر في قلبك شيء من الضغينة والبغض والكراهية والعدوانية من أجل دنيا أو من أجل أنا، أقصد ليس أنا أي الأنا، مفهوم؟ فلا بد أن تراعي أن المضغة التي الله جل وعلا يطلع عليها من فوق سبع سماوات كما عند مسلم، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، لا بد أن القلب يكون خالصا لله عز وجل. خذها مني
وهذه هي التي تكون بإذن الله ذاك المحرك القوي تيربو تيربو. تعرف لما تسوق الفيراري شي كتعرف ملي كتسوق الفيراري هكذا بغيتك تكون، تكون سوق الفيراري ب 360 ولا ب 300 كتشي 300 ديال بصح واكثر من ذلك باذن الله. لما تبدا تستحضر المعيه والاخلاص والتوكل والصدق بسم الله الرحمن الرحيم تخرج طاقه انت لا تعلمها العدو يعلمها، انت لا تعلمها العدو يعلمها، وربي ان العدو يعلمها. تتفاوت من فرد الى فرد لما تستحضر النيه، يتفاوت اقوام مع اقوام بالنيات بالنيات. فلا بد اني اوصيك باسرار ورب انك ربما قلما تسمعها اذا اردت الوصول، لكن داوم عليها يوم وغد واسبوع اسبوعين شهر شهر وعامين وسترى النتيجه. ولكنكم قوم تستعجلون، ولكنكم قوم تستعجلون. اياك ان تكون مخرف بالرقيه، اصبر على السنه تنل خير ما يناله ذاك المخرف ومن جرب عرف. اصبر وعض على السنه والتوحيد والدعوه ستنال رفعه عزه غنى سعه مالا توفيقا سدادا بركه قل ما شئت، ولكن اصبر. لا بد من الصبر يا احبابي، ليس بي عشيه وضحاها. اصبر ولكن كن في طريق العلم. انا اوصي الرقاة الذين ارادوا ان يكون لهم شان بعد 5 سنوات 10 سنوات، خذ كلامي هذا وعض عليه وقابلني بعد 5 سنوات 10 سنوات، قابلني باذن الله. لكن احسن الظن واستعن بالله بحق وتوكل عليه بصدق، ترى العجب، ترى العجب وربي سترى العجب. طيب جلست مع المريض، جلست مع المريض، المريض جاءك وهو مثقل بالهموم والأحزان، مثقل بالهموم والأحزان. صديق لك مثلا في العمل، صديق لك في العمل تقول لك ذهبت عند عدة رقاة ومعالجين وإلى الآن ما عرفت علتي، وهذه مصيبة تسمعها عند العوام وعند كثير من الناس. تقول لك أنا فقط أريد أن أعرف نوع الإصابة والعلة، هل أنا مريض أم غير مريض، صح أم لا، هذا موجود. يقول لك أنا استشكل علي الأمر، أصبحت لا أعرف هل أنا مريض أم غير مريض، هل أنا فعلا عندي عين أم حسد، هل عندي سحر أم عندي جن، هل عندي تعطيل، ماذا أصابني، ماذا عندي. يذهب عند الرقاة، هذا يعطي تشخيص وهذا يعطي تشخيص وهذا يعطي تشخيص. على أي شيء بنيت التشخيص؟ يقول لك أقوله الحين كنت عند الرقاة شعرت بشيء، يقول لك لا. وعلى أي شيء بنى التشخيص هذا الراقي وهذا المعالج؟ بناه على الأعراض، جيد، لكن هذا ظني. فحينما نأخذ هذا درس، حينما نأخذ الأعراض تبقى ظنية، حينما نأخذ الأعراض فهي ظنية، سواء أعراض منامية أو في اليقظة أو أعراض كما قلت في الواقع الذي يعيشه أسرية أم في العمل مادية مالية أو غيرها، فهي ظنية، لأن نوع الإصابة والعلة جعلته يأتي إليك من أجل أن ينزعها بإذن الله تعالى، أنت تأخذ أعراض ظنية تقيسها حتى تسقطها. فأقول للمعالج إن أسقطتها ولم يتحرك، قلنا ما تحرك، لم يشفى ولا زالت العلة موجودة، إذن رميتك لم تكن صائبة وسديدة، والدليل أن الإنسان لا زال يتخبط في نفس العلة، صح أم لا؟ إذا هنا أريد أن أبين عدة نقاط. أريد أن أبين لإخواني عدة نقاط. العلاج سهل، كل حالة فهي أراها بإذن الله عز وجل يسيرة سهلة. من ناحية ماذا؟ من حيث أنك تفهم
ويعطيك الله عز وجل دلالة تسير عليها وطرق وسبل، لكن وجب أن يبقى اجتهاد الراقي والمرقي. اجتهاد الراقي من جهة بصدق يرى أن الحالة تحتاج إلى قوة في الرقية، برامج علاجية، جلسات مطولة، أنه يضع مبيان ويضع يعني تحديد لنوع الإصابة، العارض الموجود، العوائق التي تحول بين الراقي وبين المريض. قد يكون المريض ويقبل على الطاعة، هذه نقطة مهمة وبينها، تقول بعد الجلسة الأولى اذهب أيها المريض وساعدني بكيت وكيت، لا يقدر. ليس المعنى أنه فاسق فاجر مرتد كافر زنديق فاجر، لا، هناك بعض الحالات لا تقدر. ليس معنى هذا نقول لهم ناموا، لا، جاهدوا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. لكن لا يقدر أن يأتي بالبرنامج كله، هناك من يغيره، يضيق عليه، ينسيه. قد تدخل الحمام مثلا تبقى في ساعات، تتوضأ تخرج ولا تصلي مثلا، موجودة هذه الحالات. إذا بدأت في الصلاة شغلها كان لم تصلي مثلا، يعني هناك من يشغلهم أو ينسيهم هذه الأمور، أو يثقلهم فيها، أو تصيبهم مصائب في العبادات والطاعات فلا يقدرون عليها أبدا. هذا مثال موجود. إذن في هذه الحالة إني أقول لا بد أن تغطي أنت العيب والخلل وتجبر الكسر. هنا المتابعة أيها المعالج، سامحوني إن كنت أطيل عليكم، وسامحوني إن كنت أخذكم من جهة وأردكم إلى جهة. في الصدر أمور كثيرة، وأنا دائما حينما أتكلم أنا لا أبني ورقة ونقاط، أتكلم معكم بشكل عفوي بفضل الله عز وجل، لأن من القلب إلى القلوب. اسمعوني يا أحبابي، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت أتمنى، أني ما نكونش عقدت عليكم الأمور، والله وددنا أن بإذن الله وخير إن شاء الله، أن كل رقاة يكون بإذن الله على خير وبركة وتوفيق ونجاح إن شاء الله تعالى. هذا سيكون إن شاء الله عز وجل، سيكون بإذن الله، لأن ظاهرة الرقاة ظاهرة صحية، لكن وجب أن نمتثل الكتاب والسنة والمحبة والمحجة البيضاء إن شاء الله جل وعلا. طيب أنتم معي بإذن الله تعالى، ما شاء الله خير إن شاء الله. نواصل بإذن الله تعالى. قلت أن مثلا الآن ركزوا معايا، حالة جاءت إلى راقي المعالج، جلست أمامه وهو لا يلقي بالا للهموم وأحزان، وفي فكره أنها تطوي صفحات الكلام وتجلس أمامه ليقرأ عليها القرآن، يقرأ عليها دقائق معدودة ثم يناولها أدوية ويقول لها موعد جديد. خطأ كبير. خطأ، لماذا نقول خطأ؟ هذا يصنع الإنسان الذي هو لم يتخصص في الرقية، اسمعني جيدا أخي الكريم، هذا قد يصنعه الذي لم يتخصص، إن صنع هذا لا ضير، قد تطوع، لكن أنت ما تطوعت، أنت الآن ولجت بابا فلا بد أن تكون أهلا له. فرق كبير. ما من مريض يقصد مركز من المراكز أو صاحب صفحة على فيسبوك أو قناة على اليوتيوب إلا ويرجو أنه طبيب في بابه، خبير في بابه، باحث في بابه. فإن غش فالسحت،
فإن غش فالمحق، فإن غش فالقصاص يوم لقاء الله عز وجل، إن اجتهد فالأجر والثواب، إن اجتهد فالخير من الله عظيم. لأن المرضى لا وزر عليهم في هذه المسألة، هو التعامل بالنية، والمرض كما يقال يتمسك بقشة، المريض قد يتمسك بقشة يبان ليه البوز بلقطة يقول هذا هو المنقذ، سأذهب إليه وإن كان في أقصى الدنيا. انظر كيف قد مسك الجن وذيك الشياطين. هنا إن كنت أنت تقصد باللقطة أن تكسب الأنظار والمشاركات والإعجاب والصداقات وأن الناس يأتون إليك فقط تضليل بهذا، هو ربي إن الحساب بين يدي الله العسير. أنت الآن تغش مسلم، تغش مؤمن، وتغش مريض، قد يكون مريض بعلل، صوته قريب من الله جل وعلا، صوته قريب من الله. فلهذا أقول لك احرص، احرص على ما ينفعك، وأظهر المادة التي تنفع الناس والمسلمين، هذه هي النية بداية، هي النفع المتعدد للآخرين. جاء المريض فلا بد أن تعطيه الوقت الكافي وتختلف مدة الاستماع من فرد إلى فرد، قد يكون استماع فرد في 5 دقائق وفرد في 10 دقائق، وقد يكون استماع فرد في ساعتين. يقول نعم، قد تحتاج بعض الأسر أنك تجلس تستمع إليهم، وأنا أنصحك الأفضل أنك تجعل ورقة وقلم وملف وتقول لهم انتهت الجلسة ساعة ونصف ساعتين استمعت، ففي الجلسة القادمة إن شاء الله جل وعلا سأكون معكم، أو أفضل وأحبذ أنك تصنع معهم مسلكا عظيما، تأخذ منهم إذنا وتسجل على جوالك ماذا؟ ما كان بينك وبينهم في حوار ساعة ساعتين، هي قضيتك، هي اسمك، هي رسمك، هي وصفك، هي سرك، هي نجاحك، هي اطلاعك وباعك، هي قوتك وزادك. أرجع واستمع إليها بالليل، استمع إليها جيدا، وتكون عندي أصلا الخزانة ملأة، خزانة عامة بإذن الله تعالى، عندي أدوات وأستمع. أي طيب، هنا الزوج قال كذا، الزوجة قالت كذا، أي طيب جيد، ونفس كلامهم تعيد استماع إليه. هم لا يعلمون لكن أنت تعلم، هم ذهبوا لكن أنت تدرس الحالة، دراسة، دراسة، سهل جدا يا أخي الكريم. إذا جاءك المريض وهو يعقد عليك آمالا يجلس، لكن أنت تخرج بإذن الله طاقة وقوة، تفاجئ العدو أنك تعلم بسلاحه، تفاجئه حناك كوب قهوة وتضحك عليه، أنت تضحك عليه، لو يضحك عليك بالداخل ويجري شيء صابر محسبون، لا، هنا الدراسة. فأنا أسمع، طيب قالت كذا 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 كذا، والله الذي لا إله إلا، بعض الحالات أكون نائم، أقسم بالله العظيم نائم، قلت طق سبحان الله وخلاص أعود النوم، جاءتني هنا في عقلي الحالة الفلانية حينما عملت كذا كذا، حينما خرجت وشفتني وعملت كذا، والله العظيم فأسجلها عندي، تنفعني في اللقاء الذي سيكون، وبإذن الله تعالى تكون فيها منفعة. فهذه أمور أحببت أن أوجهها للرقى،
الرقية شيء عظيم جدا. بداية نتكلم عن الحالات المستعصية المعقدة، من يثق في السواحق أصحار، الدار كلها دم، يجد خطوط في الجسد، رسم صليب، نجمة هنا، حناء، يجد هناك عند الرقى لا يتفاعل أو ربما يتحدى، يعني في العلاج في المرض 40 سنة 50 سنة، أورام، سرطان، هذه تحتاج إلى بحث. النجاح لا يتولد من فراغ، النجاح لا يتولد من فراغ، لأن النجاح لا يكون دائما صدفة، خذها، لا يكون دائما صدفة، والصدفة غير موجودة عندنا، نؤمن بالقدر لكن لا يكون دائما صدفة، لا بد أن تكون عندك خطوات تسير عليها للنجاح، لا بد، لا بد أن تكون هناك عندك بإذن الله تعالى سياسة في التعامل، منهجية في التعامل، استراتيجية في التعامل، خطوات في التعامل، فن وذكاء في التعامل، ذوق ورونق في التعامل، هذا كله يعطيك قالب خاص بك، لا تكون نسخ لصق، يكون قالب خاص بك هو طبعك وسيرتك واسمك ووصفك ورسمك، هو حالك، سيرتك، هو تكون أنت معروف بهذا الطابع، هذا الشيء لا يتولد من فراغ أحبابي، لا يتولد من فراغ. كل من يعشق مجالا يعطي فيه يعطيه، خذها قاعدة، سواء كان ديني، كان دنيوي، كان حتى في الفسخ والفجور، كل من يجتهد في مجال ويعشقه ويحبه ويتفانى فيه بصدق ويعطيه يعطيه، خذها مني، خذها قاعدة، كل من يحب مجالا يعشقه، يحبه، يقدره ويعظمه ويعطي فيه بقوة يعطيه، وهذا أمر بين واضح في كل مجالات، حتى عند لاعب الكرة، عند الفنانين، حتى عند العلماء، حتى عند طلبة العلم، عند الكل، حتى عند الشعراء، عند الكل، عند الأدباء، عند كل من تفرغ لمجال فأتقنه وأحسن فيه واجتهد فيه وأبدع فيه وأعطى فيه وسهر من أجله أعطاه، هذه قاعدة يتفق عليها الجميع، حتى في الرقية، حتى في الرقية، فانظر إلى حالك أنت كيف ترى الرقية، هل تراها بنظرة قاصرة أم بنظرة شمولية كاملة؟ هذا هو أول سلاح أو أول سر، كيف ترى أنت الرقية؟ هل تراها نظرة شمولية شاملة كاملة، ربانية، سنية، توحيد، لتوحيد، لسنة، لإنقاذ أمة؟ وأقول لك ما معها سيأتي، سيأتي، خذها مني قاعدة، بارك الله فيك، ما معها سيأتي، سيأتي، الطبيب يأخذ عليه على طبه أجرة، القاضي يأخذ على مهنته أجرة، المؤذن يأخذ، الإمام يأخذ، كل واحد يأخذ، لكن بالله عليك، استحلفك بالله، ضع ذلك لا يؤثر عليك، لا يكون أكبر مبلغ علمك، منتهى آمالك وأمالك، لا ما يكون، ما بغيتش هذا الشيء، أنا ما بغيتش يكون عندك، حق لك ذلك والشرع أحل لك ذلك ولا أحد ينازعك فيه، لكن دعني من هذا حتى لا يثبطنا ويقعدنا، كنتكلم عن المعالي الآن التي هي أسمى وأعلى، هناك من المرضى من يستطيع أن يعطيك ما تريد وفوق ما تريد، لكن جل له القوة، جل له النصر والتمكين والشفاء بإذن الله تعالى، فقد أعياه الطب في أمريكا وفي هولندا وفي ألمانيا وفي أوروبا وفي أمريكا، أعياه الطب، بل قل لك هناك من أعياه حتى الشوافة والسحارة عياه، ولكن ما وجد شفاء، أنت تقول له دع هذا الجانب، التوحيد الخالص كما قال الغلام، إن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفك، هذه قاعدتي، إذا لابد أن تخلص قلبك لله وقوامك وقلبك لله ظاهرا وباطنا لله، أنا معك حينها، أعظم أجرين، الحمد لله الذي أنقذه بي من النار، ولكن لابد أن تجري له الثمرة، شمر
لتقول له هذا هو الإيمان، هذا هو الفرقان، هذه هي الرقية، هذا ما علمني ربي. ساحرك ما 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 أنجاك بكلام ربي أنجيناك. الطب وقف عاجزا لأن العلة شيطانية، كلام ربي شفاء لكل داء. لهذا أنا أتحدث بحرق، أتحدث كالمجنون كالمهبول، أنا أريد الرقان يفيقوا من هذا حتى يكونوا على دراية بهذا الأمر. الكلام هو كلام، لكن عندنا عليه خطوات عملية. الحمد لله أن لا نهرف ما لا نعرف، نظهر لكم هذا جليا بالصوت والصورة يوميا على المباشر وفي الجلسات يوميا في دروس مقاطع وبشهادات وبحالة مستعصية وشفاء بفضل الله تعالى. هذا العلم موجود، لكن أقول لك القلة من يفقهونه فقها حقيقيا واقعيا ويسقطون على الواقع. قد يقول له تنظير شكلي، لكن على الواقع غير، كما يقول الخليجي غير غير فهم غير شنية غير. أمر آخر، الإسقاط على أرض الواقع يحتاج من الراقي إلى قوة، الإسقاط على أرض الواقع يحتاج من الراقي توفيق من الله جل وعلا وقوة، والمرضى كلهم يحتاجون إلى التطبيق على أرض الواقع. لأن في ليسنا في محل، لسنا في التنظير الأكاديمي، التنظير الأكاديمي يكون مع الإخوة مع طلبة العلم مع العلماء ومع الفقهاء ومع الدعاء، لكن على أرض الواقع يقولك خلصني من العلة فقد أثقلتني، خلصني من العدو فقد أوشكت أن أكفر بربي، خلصني فقد أوشكت أن أطلق أو أطلق لزوجي، خلصني فلقد أصبحت عاقا لأبي وأمي، خلصني فقد أصبحت أرى أني ربما أواخذ إلى السحاق واللواط وأجر إلى الفساد والزنا والرذيلة والعياذ بالله. خلاص، من الواجب عليك عقيدة ودينا أنك تدبها تدفع هذا الصائل المجرم الذي يجول ويصول داخله أو حوله. كيف لك؟ لا بد من فقه وعلم في الباب، لا بد من فقه وعلم في هذا الباب، وإلا سنرى معظم الناس غلبتنا الصرعة صرعة. إذا كان القيم يقولها في عقود قد خلت وقرون قد خلت، لو رفع الغطاء لرأيت معظم الناس، يعني صرعة قالها في زمن غابر. فما ظنك اليوم؟ اليوم أقول لك ربما يأتي عندك المريض ومن معه سليم ليس به علة، فإذا ربما أكدت عليه حتى هو صرع مريض ولا يعلم. أقل أحوالي قد يصاب بنفس خبيثة أو عين خبيثة أو حسد، ما كنقولش يعني أبالغ أن الكل مرضى، ولكن حتى أبين للناس حاجتهم إلى هذا العلم، إلى هذا الباب، حاجتهم إلى يعني الرقان يكون على اطلاع وعلى ذاه. سامحوني الكلام يجرني، وسأعاود الرجوع إلى التشخيص، سأعاود الرجوع إلى التشخيص. والتشخيص أتكلم عليه الآن بشكل عام، وإلا يحتاج في التشخيص إلى كل حالة في تشخيصها وتقعيدها إلى جلسة مطولة. فبداية الاستماع للتشخيص يحيلك على مدخل ثاني، وهو التعمق في جزئيات تراها هي الخيط والمفتاح، فالتعمق فيها فتدلك على أخرى شبيهتها في الجسد أو حول الجسد أو ممن يحيطون بالجسد. كنت من كلامي يكون واضح، أنا ماشي كنعطيكم فلسفة، أنا كنعطيكم أمور هي واضحة المعنى، لكن ربما البعض الذي هو يتحق بنا جديدا وربما لا يدرك كل هذا الكلام، فعذرا. أقول وبالله التوفيق، الرقان أحبابي وإخواني الرقان نحبكم في الله، وما نتكلم بهذه الحلقة إلا أن نحبكم في الله ونحب المرضى في الله، ونريد الجميع أن يكونوا على خير. وربي يشهد، لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب نفسه من الخير، كما صح عند الألباني رحمه الله تعالى. نريد من الجميع أن يكونوا على قلب واحد.
والذي يجعلنا نتكلم به كل هذه الحرقة هو ما أرى عليه الناس يوميا. كلامك صحيح، نشرب بعد المورجة لأني شفت ربما المكيف لدرجة الحالة هذه مش عارف أضيف ولا هذه السهلة. طيب يا كريم يا الله، الله يا الله يا كريم يا الله الحمد لله. الله أكبر يا الله. عذرا استسمح، أنا أحبكم في الله، والله يشهد أن أرجو أن الكل يكون على خير وصحة وعافية. سأجلي لكم مقطع كان اليوم، مقطع كان اليوم ما أنزلته إلى الآن على اليوتيوب. إذا أنا أوصيك بالخير، أسلم لله عز وجل، أسلم لله سبحانه وتعالى، أسلم لله جل وعلا. عذرا دقيقة، بارك الله فيكم. أبين لكم ونواصل بإذن الله تعالى. هذه الأخت، هذه الأسرة مثال يسير، وعندي حالات كثيرة جدا مستعصية. نعم انقطع البث اليوم صباحا وسجلت البقية كلها على الجوال. فهذه الأخت، هذه الإبنة عمرها 18 سنة صغيرة، ما ذنبها؟ عندي صور أظهرها لكم جميعا. كما تشاهدون على قنوات اليوتيوب دهستها سيارة بالكامل، كما تشاهدون في مقاطع اليوتيوب دهستها سيارة بالخلف، رجع صاحب السيارة من خلف وقطعها كسرها وما ماتت، كانت صغيرة جدا. اسمع جيدا أيها المعالج، الأمانة التي عليك هذه يسيرة جدا، وأتكلم عند حالة مستعصية لكن هذا الجزئية يسيرة، وعندي حالة هي أشد تعقيدا وهم وغم. فكيف لي أن أسعد؟ بالله عليكم كيف لي أن أرتاح؟ بالله عليكم كيف لي أن أرتاح؟ والله أشهد الله أن العبرة في دمع في عيني، كيف لي أن أرتاح؟ بالله عليك كيف لك أن ترتاح ويقدم لك أخت يقول لها الطبيب لم يبقى لك إلا 3 شهور وسوف ترى الموت، السرطان قد أكل الكبد، الأخرى يقول لها قد أكل الرحم. الإشكال البعض يدخل لك الفلوس، يقول لك يظن أنك كتماطل وكتعطب باش تاخذ الفلوس. أنا ماشي هكذا، ماشي هكذا، أنا ماشي هكذا.
انا لو بغيت نقول لك فلوس غنقول لك فلوس، ماشي على هكذا. وهذا يضرني، اشهد الله انه يضرني، اشهد الله انه يضرني. لانك تشوف ان الخوت والاخوات كيموتوا، والله يشهد كيموتوا بالمرض، كيموتوا بالسحر. فاعطاك الله علم، اعطاك الله فهم، باغي تعاون كل شيء ما تقدرش، والله ما تقدر، اشهد الله ما غادي تقدر. العالم كله مريض، لهذا انا والله خلي ولادي في بيت، وكنت جيت بيت باش نعلم ما استطعت، لان لابد ان ننقذ الناس، ضروري ان ننقذ الناس. الناس تموت، ورب الناس تموت، الناس كتموت ديال بصح، راه الناس كتقطع، الناس كتقطع. عذرا سامحوا لي لان الامور صعيبه، فسال الله جل وعلا يوفقنا للخير. انا ماشي على الفلوس ولا شي حاجه، انا بغيت نطلب حقي غادي نطلب حقي، ماشي مشكل. ولكن انا كنقول للاخوه الرقاه اجتهدوا، راه الناس محتاجين لكم، راه الناس محتاجين لكم، محتاجين لجلسة قويه، محتاج يكون عندك علم، تكون عندك متابعه، تعرف كيفاش تمشي مع الحاله حتى تشفى باذن الله سبحانه وتعالى. فمثلا الاخت دهستها السياره دهستها وهي صغيره، وعندي الصور، عندي الصور حينما دهست السيارة، عندي الصور. يعني تشوف البيت منذ سنوات، منذ الزواج الأم الزوجين بداية الزواج وهم في المعاناة بأسحار قوية، أسحار عظيمة جدا. يعني البيت لم يرى خيرا أبدا، أقسم بالله لم يرى خيرا أبدا، بيتهم لم يرى الخير. أخبرتني بمصيبة جديدة اليوم أو البارحة، هي مصيبة، هي مصيبة مصيبة مصيبة. شنو هي هذه المصيبة؟ زوجها يرى في المنام أخطبوط. تعرفون الأخطبوط؟ الأخطبوط معروف حيوان مائي عنده أرجل كثيرة، أخطبوط. رأى في المنام، رأى زوجها في المنام. فهم معي أيها المعالج، المعالج المعالج فهم معي، فهم معي الآن. زوجها يرى في المنام أخطبوط، يرى أخطبوط يعضه، أخطبوط في المنام يعضه. اسمع مني، اسمع مني، يرى أخطبوط في المنام يعضه، حتى سال الدم في المنام. لما استيقظ حصل له تعطيل في الحركة، تعطيل ماذا؟ في الحركة. هو الآن ملازم للسرير، كأن عنده شلل. الذي في الزوجة هو صاحب سحر الماء، والأخطبوط مائي. فهم معي، أليس أجدر بنا أن نجتمع مثلا إخوة رقاة أربعة خمسة ستة وننقذ بيتا؟ هذه خليه بعيد، على الأقل يكون لنا منظومة متكاملة يهيئ فيها 10 أكفاء باحثين مجتهدين، وتكون عندي أنا يوم وتسير في حلقة 10، عند الأخ الآخر يوم يوم يوم، ترجع عندي كذلك، وهكذا نقضي على الأعداء في شهر، ونقول عيشي حياتك أنت وأبنائك، وتعالي أخت أخرى في سبيل الله. صعب علينا هذا؟ طيب، هل هذا صعب؟ ليس صعبا، ولكن الشيطان يؤزنا ويحاربنا ويمنعنا، يمنعنا. الزوج الآن مقعد، اسمعوا جيدا، كنقول لكم حالة المستعصية عندي من الكثير كثير، والله العظيم تنوريك، أوريتكم شحال مرة عندي شي حالات. اسمعوا اسمعوا، باش نوري الإخوة والأخوات باش يفهموا.
شوف شوف شوفوا الإخوة، شوف شوف ما باش تفهموا، اما ما كنساليش، اما نوريكم العجب العجاب. ها ما كنساليش، نوريكم العجب العجاب. اللي كيحارب لينا كيحارب الخوة، راه عندي باش نعمر 1000 قناة، وكل واحد راه عامر بالاف المقاطع، كل واحد عامر بالاف المقاطع، وكاين اللي في الدار الحمد لله الاخرى، وكاين اللي في اماكن اخرى. والله العظيم ولادي كيقولوا يلعبوا بهم في الطريق، كنلقاهم بعض عندهم يعني مقاطع. ها وحالة تشيبك، تجلس معاه تشيبك باش تبحث فيها، وجلس قادة تشيبك غير باش يفهم الناس حالات كتشيب. اسمعوا مزيان، يعني حالات جد 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 مستعصية. لاحظوا الأم ماذا تصنع؟ الأم فيها غواص، وهذا ساحر، هذا أثناء الرقية يسحر، الآن يعطي رمز، هذا الآن يسحر، لاحظوا لاحظوا الآن يسحر. هذا الابنة التي دهست السيارة وهي صغيرة، وفي الرقية وجدنا سحر، سحر بصورتها وهي صغيرة، وعليه صليب بخيط، تتذكرون هذا؟ ولهذا هو قوي شيطان، وهذا جيني غواص في الأم، ومعه مجموعة، وهناك ذلك مجموعة مع الحيات، والبيت يعاني من مصائب لا ما يمكنش تصورها نهائيا. هذا مثال بسيط جدا، اسمع جيدا، هنا غواص وهنا طيار، وسأبين لكم إن شاء الله تعالى حركات الغوص وحركات الطيران، وسأبين لكم أشياء كثيرة. وهذا الذي في الإبنة الصغيرة أقوى من الذي في الأم، لأن هذا سحر القتل والموت، هذا سحر الفراق والطلاق، وسحر القتل هو أقوى، مفهوم؟ لكنه في بيت واحد، فاجتمع هذا وهذا مع من في البدن، فشكلوا منظومة من أجل القضاء على البيت بأكماله، لا سعادة. عذرا، فهمتوا لا؟ فلهذا أنا كنبين لكم هذه الأمور باش الإخوة يفهموا. يقول لي نعم، أي في البداية كان مسالم، هو يهودي في الأودية، لكن جاءوا به واسكنوه في بدنها. بالنسبة للابنة لا
لما كنت أقول الطير صعد الذي فيها فهو شيطان طيار ساحر. وحينما الآن أتكلم عن الغوص هو لا يقبل للكلام، لأن الكلام لا يعنيه. الآن المعني به الأم لأن فيها الغواص، ولهذا ترى أنها عادي لا تتحرك، الكلمة لا تؤذيه لا تحركه، مفهوم؟ وكان يشير بهذه الحركات لأنه فرق بين الجن والشيطان، لأنه شيطان فيعطي مثلث الشيطان ويعطي رمز الشيطان ورموز الشيطان، مفهوم؟ وسيجل حركة الغوص، لاحظتوا حركة الغوص، فرق بين حركات الغوص وبين الطيران. يرمز إلى القوة، وهو صليبي كذلك نصراني، والآخر يهودي. يشير إلى صورتها، لاحظ قال لي صورتها في النهر، لا بد أن تقرأ الإشارة. سمعتي سمعتي، أعطاني إشارة، أي صورتها هي في البحر، فهمتي؟ يشير إلى الفراق والشتات والطلاق. فرق عشان نفرق بين الزوجين، ابقوا معي. يسأل أحدكم ربما يسأل سؤال، ما دور هذه الكلمات؟ هذا منهج، هذا اجتهادي، هذه قاعدتي، هذا بحثي. هذه الكلمات أحرك بها النوع ليصعد، أعرف ديانته فلا يختبئ، أنا من أتحكم فيه. كنا نتكلم عن التشخيص، يعني خلاص هو معي، ولاحظ الآخر هو معي والآخر جالس، حينما أريد أن أغير الخطاب إلى الآخر أحركه، فأنا من أتلاعب وأتحكم فيهما أو فيهم، ليس هم يتحكموا فيه. علم عندي الآن هناك شيطان له جنود غواص، جان غواص، وهناك شيطان طيار، مفهوم؟ هذا يجب أن يبين كذلك في مسألة. Shaitan.
لاحظتم حركة الغوص؟ لما قلت له شيطان قال لا أنا جان، ما قال لي شيطان. لما قلت يهودي قال نعم. على أي هذه طريقة سلكتها معه من أجل ماذا؟ حركات الثعبان، حركات الثعبان. الآن لما سأؤكد على الطيار، انظر ماذا سيحدث. الآن بدأت أحرك الطيار، انظر ماذا سيقع. الفرق، لما كنت أتكلم عن الغواص ما كان يتحرك، الآن انظروا إلى الأصابع اليدين الإبنة الصغيرة لما أبدأ في الطيار. اسمع، الآن الأم استرجعت قوتها لأني لم أعد الآن أحركها بالغواص، ففهم من فيها أن الكلام لم يعنيه. اسمع نقطة مهمة جدا. سألتها سؤالا، قلت لها هل تشعرين أن بيدك باردة؟ قالت نعم يدي باردة جدا، لأن هكذا كأنك تغوص في البحار، وأنك أن حرارة ليس الغوص، وإنما هذا حتى عند الحية التي يراها دائما تقول صاحبة واد سكنتني في الواد في بئر في بحر، تكون عندها شت العظام، برودة كثيرة حتى في شهر 7 و8 في الصيف تقول دائما عندي برودة، تؤكد على النوع السحر المائي. حينما تبدأ الرقية تقول لك هل المكيف شغال؟ تقول لا أبدا الجو معتدل، فتشعر بما لأن حينما يتجلى حرارته الطبيعية في جسده في حاله هو تتجلى على صاحب البدن، وحارته المعلومة أنه معتدل في الجسد، فلا توافق حارته في الماء، فحينها يصبح يرتجف صاحب البدن مع أن الجن لم يتجلى، وهذه علامة تعطي للمعالج أن الآن الجن تجلى لكنه لم يتجلى حقيقة، لكن تجلى خفية، والارتجاف يعطيك أنه تجلى ونوعه مائي، فحينما تسقط الذي يسكن في الماء بأسحار الماء يصعد ويتكلم. كانت من هذه الفائدة تأخذ من هذه البشية فائدة مسائية إن شاء الله تعالى، فما مزيان. طيب، هناك فوائد لابد أن نجلس مع الرقاة حتى نبين لهم أسرار كثيرة، ما بغيناش قعدنا، قد يتوفر الله في أي ساعة. احنا بغينا تكون عند الإخوة حتى ينتفع بها العالم إن شاء الله تعالى والمسلمين في كل مكان، هذه النية والله يشهد. مفهوم؟ طيب، ركزوا معي أنفس الطيار.
أكدت على اليدين أن دائما الطيار يكون في الجناحان، يتجلى على اليدان والكتفان والمرفقان وبين الكتفين. اسمع انظر، ولا الغواص مرتاح، الغواص لا يشعر بشيء. لاحظ الغواص، الغواص يشاهد لا يشعر بشيء. القاني مريض وصوتي ضعيف، أما تكون فيه شوية لقيتيني مريض. لاحظتم ساحر، لاحظتم يسجد إبليس الشيطان السحرة. اسمع، هناك من أسلم في الأم، لاحظوا. يأخذ القوة بالسحر والإشارات حتى يتقوى، حتى لا يستسلم، مفهوم؟ فلا بد من الرقان يفهم كيف يوقف سحر الساحر أثناء جلسة الرقية ويقرف حركاته، مفهوم؟ فرق بين الإشارة وبين أن يكون أن تكون سحرة، وهذه يحتاج من التفصيل. وعندها في الرأس أورام. لهذا أقول لك لا بد أن تدرس الحالة. الآن نعطيه صدمات. Oh,
إشارات ومحطات ودلالات أن الله يستجيب لنا فيحذر. ظلمت حسني، تب إلى ربك، تب إلى ربك جل وعلا، تب إلى الله فإن الله معنا. الله يمدنا بالمدد بالملائكة وبالخير، فالله معنا. الله تعالى يحب الظالمين ومع المقتدين. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فاسمع واعلم أن الله ربك حرم عليك الظلم. إن كنت طيار فالله قادر عليك، إن كنت غواص فالله قادر عليك، إن كنت في السماء فالله يراك، إن كنت في أعماق. لاحظ رمز الصليب، لاحظ رمز الصليب، لاحظ يراك ويطير عليك. فتوبوا إلى الله جميعا، توبوا إلى الله وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كبارا وصغارا، ذكرانا وإناثا، ملوكا وحراسا وخداما وأعوانا، فلنعلنها شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. لقد أوذيت هذه الأسرة، وأوذي هذا البيت، وأوذي الأبناء والبنات. الأذية طويلة عظيمة، ليست سهلة، والظلم ظلمات يوم القيامة. فأعلنا لله عز وجل، قلها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قلها: إن الشياطين الكفرة، إن الشياطين والمرضى، إن السحرة جاءوا بالسحر العظيم، ربي سبحانه يزيله ويبطله، ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. فتوبوا إلى الله يا سواجنا، توبوا إلى الله وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله لأن الله أشد العقاب. ونواصل بإذن الله جل وعلا. اللهم صل على محمد. أسأل الله أن تظهر إليه تعالى خيرا، كما أظهرت للشيطان شرا وإثما وقطيعة وداء وبرما يقظة ومناما. سمعتم؟ هذه بعض معاناة الناس، بعض ما يحتاجه الناس في جلسات الرقية القوية التي أنا أحب أن أبين لكم أمرا. هو لما كان يشير هذا العدو إلى عدة أصحاب، فكان أنواع كثيرة في البدن، مفهوم؟ حتى هذه من غير الطيار هناك أنواع أخرى، لأن تعرض لأصحاب كذلك وكثيرة، ولهذا الزوج يتعرض للأذى حتى في المنام، فيصبح بالصبح لا يستطيع الحركة كأنه أوذي حقيقة. ما يراه في المنام يتعرض له عن طريق أخطبوط، نوسع مخيلة، جيني شيطان جاءه في صورة أخطبوط في المنام، عصبه سال الدم، نعم؟ أرسله أحدهم، ففي الصباح يجد نفسه ليس الحركة. إذا تلك الصورة التي في المنام هي أصلا حقيقة كانت، لكن تجد على صورة منام وكذا صورة أخطبوط. طيب، والأخطبوط له علاقة بماذا؟ بالنوع الذي في الزوجة، بمعنى الماء. الأخطبوط له علاقة بماذا؟ بالماء، بالسحر المائي، فهم جنود منظومة واحدة. مفهوم؟ فلا بد أن نفهم. طيب اسمع، طيب. الحية، الحية الآن، يعني شيطان طيار ولكن معه تعبان حية. شيطان طيار لكن معه حيات. وهذا كان قد سبق وان تكلم ويشير حركة الغوص على انه ثعبان يسكن الماء. جني، قال ليس شيطان، جني على صورة ثعبان يتشكل في هذه الشكل خارج البدن، خارج البدن. في البدن هو يتصف نفس الصفة، في نفس البدن يدعي انه ثعبان، في البدن خارج البدن يقول انني انا اسبح اغوص على شكل ثعبان حقيقي كما يقوله ويصدر هذا الصوت، وسحر سحر مائي حقيقة. في البدن يصدر هذا الصوت يقول أنا أخذت هذا الطابع الذي هو خارج البدن ومنه أخذوني وأسكنوني،
لا زلت تلك الصوره هي التي عندي والصوت الذي عندي. هذا يقول انه شيطان وحيط ايضا. طيب حتى نبين اكثر باذن الله. هذه حركات الغوص. هذه حركات الغوص. حركات الغوص. مفهوم؟ وهذه حيات اضافه الى الشيطان الموجود في البلد. باذن الامور واضحه. وانا حينما اتكلم ابين حتى لمن في البدن باذن الله تعالى. فقهوا انكم عباد الله جل وعلا. افقهوا انكم عباد لله سبحانه وتعالى. يعني انت ظلمته، هل ترجو هذا لزوجك؟ هل ترجوه لابنتك؟ هل ترجوه لذريتك؟ هل ترجوه لنفسك؟ ابدا، صح لا؟ اذا هذا ظلم. الظلم حرام. هي زوجتك، يقول هي زوجتي، اي اعشقها. لكن لا زوج. كيف؟ كيف؟ على اي سأضع لكم ان شاء الله الجلسه كامله او الجلسات، الجلسه هذه باذن الله تعالى على ان شاء الله تعالى. عندي عده جلسات لكن كنت قرصي شغلت غير فقط الجوال هذا، فيه مجموعه من المقاطع، يعني مجموعه من الفيديوهات لم اضعها على القناه. ف ايش نقول لكم؟ كلام كثير، الكلام كثير، وكل مرة نعطيكم فائدة بإذن الله تعالى حتى تستفيدوا من هذا العلم. الاجتهاد في هذا الزمن في الرقية أصبح واجب. السحرة يجتهدون، السحرة يجتهدون، والشياطين يجتهدون، والجن الكفر يجتهدون. فوجب الاجتهاد بصدق وبإخلاص بإذن بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من أجل إنقاذ البيوت والأسر والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. وجب. أنا معكم الآن وعندي عدة حالات أمام عيني، يعني ولو أنك تشتغل بالليل والنهار لن تعطيه حقه. ناس من كل أنحاء العالم، ومن جاء أمام المركز يرى كل يوم يأتون دون موعد، وأتفاجأ من هذا كل يوم. ويصعب عليك أن ترضي كل الناس، لكن ما جاءت بهم إلا الحاجة. ولهذا أقول لكل راق تفرغ لهذا الباب، بإمكانك أن تكون موفقا بإذن الله. بإمكانك أن تكون إن شاء الله صاحب خبرة في الباب، لكن بالتواضع والتعلم تنفع نفسك وتنفع بلدك وتنفع غيرك. أقول لك تنفع نفسك وتنفع بلدك وبلاد المسلمين وتنفع غيرك. لكن وجب أن تصبر، أن تتواضع، وجب أن تكون صادقا مخلصا محبا، وجب أن تجتهد، أن تسأل ربك جل وعلا. فهذا الباب قد يلجه الآلاف والملايين ولا يوفق فيه إلا قلة. هذه قاعدة خذها مني. هذا الباب قد يلجه آلاف وملايين ولا يوفق فيه إلا قلة. وأقصد يوفق فيه القلة في أن يكون بإذن الله تعالى لهم اطلاع وباع وتمكين في حالات مستعصية يشار إليهم بالبنان. فالكل هو يحمل اسم وصفة راقي، لكن من يريد أن يكون صاحب بصمة وقوة فإني أوصيك بوصايا غالية فاحفظها. إني أوصيك بوصايا غالية فاحفظها. ولا زلنا نسير في باب الطلب، ولا زلنا نجد ونجتهد ونسأل الله التوفيق والسداد، ونتعمق مع الحالات وندرس الحالات وفقه الحالات
حتى نكون إن شاء على قوة إن أطال الله العمر في ما هو قادم وآت بإذن الله عز وجل. ضروري ما دمت تفرغت فلا بد أن تكون على قدر المسؤولية. ما دمت تفرغت فلا بد أن تكون على قدر المسؤولية إن شاء الله عز وجل. فأسأل الله عز وجل وهو الله الذي لا إله إلا هو أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا مباركين موفقين ملائمين مسددين، وأن يجعل سبب في الشفاء والبرء والدواء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلوا على نبينا محمد، صلوا جميعا على النبي محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. دعواتكم معنا، دعواتكم معنا فهي الزاد، دعواتكم معنا، ونسأل الله جل وعلا يتقبل منا ومنكم. ووصيتي لكل الرقاء، أحبكم جميعا في الله. اللهم من أراد بالرقية والرقاء خيرا فوفقوا لكل خير، ومن أراد بالرقية والرقاة شرا فأشغلوا بنفسه واجعل الدائرة عليه، لا ترفع له راية ولا تقمنه غاية. اللهم ألف بين قلوب الرقاة. اللهم من أراد الرقية بصدق وإخلاص، من أرادها لنفع الكتاب والسنة والمسلمين والمسلمات بداية، أعزه ورفع قدره وأعلي شأنه. اللهم من يتلاعب بأعراض المسلمين في الرقية والمسلمات، وأبدان المسلمين والمسلمات، وحالات المسلمين والمسلمات، وأموال المسلمين والمسلمات، فأشغله بنفسه واصرفه عن العلاج واصرفه عن الرقية. اللهم آمين، اللهم آمين آمين. اللهم استعمل الأخيار في الرقية الشرعية، اللهم استعمل الأخيار في الرقية، من قلوبهم تقية نقية وهممهم جعلوها لله جل وعلا ونفوسهم لله سبحانه وتعالى. ومن أرادوا بالرقية والرقاة والمرضى فتن، اللهم ربنا اصرفهم عنا وأبعدهم عنا بعدا وشرقين، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت. اترككم في أمان الله، وأسأل الله جل وعلا لي ولكم الخير كله. آمين آمين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم طيبين.